اهلا بيكم متابعي يلا كوره في لقاء جديد. ضيفنا النهارده هو نجم متالق نجم منتخب مصر والاهلي والزمالك. نجمنا النهارده هو كابتن حسن مصطفى. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيكي، انا سعيد النهارده ان انا موجود مع حضرتك وفي يلا كوره. احنا بنرحب بيك ودايما يعني بطلتك مختلفه عندنا. الله يخليك يا رب. البدايه او النشاه كانت في نادي الاهلي بسبب كابتن شطه. بالظبط صح. قولينا بقى ايه اللي حصل. انت جايبه معلومات صح. يعني انا كنت الاول بلعب في نادي مركز شباب الجزيره، فلعبنا ماتش ودي قصاد نادي الاهلي قصاد فريق كابتن شطه، كان ساعتها الجيل هاني سعيد واشرف ابو زيد كان ساعتها في الفرقه ديت. فلعبنا الماتش وتعادلنا 2-2 وعملت وانا اللي جبت الجونين وعملت مباراه كويسه. فكابتن شطه قال لي عايز تروح تلعب في الاهلي؟ قلت له يا ريت وانا بتمنى ومش عارف ايه. فراح بعديه على طول رحت دوره تانية في اسماعيليه، كان ساعتها بيعملوا دورات مراكز الشباب وكده. دلوقتي الحاجات دي مش موجوده في مصر ودي حاجه برضو حاجه مزعله الواحد. طبعا يعني المراكز الشباب كان مفروض دايما كانوا بيعملوا في انديه في الملاعب، يجيبوا المراكز الشباب كلها ويجمعوا الفرق ويلعبوا دوره. فروحت اسماعيليه ساعتها عاملين لنا معسكر والوجبات 3 وجبات ولعبنا هناك والحمد لله لعبنا النهائي وخدنا البطوله ديت. فنادي الاسماعيلي كان عايزني في الفتره ديت، فهو يعني المدرب راح قال لهم لا صعب ان حسن يروح لان هو خلاص هيمضي في النادي الاهلي. فروحت الاسماعيلي واهلي يعني وانا صغير. لا يعني وانا صغير لان كان حظي لعبت ماتش قدام النادي الاهلي ولعبت بطوله او دوره وديه كده مع النادي الاهلي، بس كان ساعتها كنت انا متواجد في نادي مركز شباب الجزيره، مش نادي مركز شباب الجزيره. بس يعني مركز شباب الجزيره هو اللي كان بياخدكم المعسكر وهو اللي كان بيتكفل بكل ده؟ لا. ولا مين بقى؟ يعني زي مثلا محافظه اسماعيليه يعني هي كانت بقى هي المتكفله، هي يعني جايبين مركز شباب من القاهره من الاسيوطي من اسيوط من بحري من كل المراكز كانوا بيجيبوا فرقه وتيجي تلعب. يعني المحافظه هي اللي كانت مهتمه بالنشاط الرياضي ده. بالظبط بالظبط. وده احنا مفتقدينه دلوقتي. انا عايز افتكر بس المحافظ كان بتاع اسماعيليه في الفتره ديت كان بيحب الرياضه قوي، بس انا هو واقع اسمه مني دلوقتي يا رب. بس ممكن ده يكون ليه سبب ان هو كان مهتم في الفتره دي بالرياضه. بالظبط كان مهتم جدا وكانت هي دي من الاسباب ان بيخلي لان الرياضه كويسه. خلي بالك يعني احنا لما نيجي نبص بتبعدك عن حاجات كتيره او بتبعد الشباب كتيره او عن حاجات كتيره عن تفكير، بتنمي الجسم بتخليكي تفكري احسن. الرياضه بتخليكي تفكري احسن يعني. صحيح. وبعدين هي حتى يعني دلوقتي بقت بيزنس كمان، ما بقتش بس حتى رياضه او كده. هي دلوقتي بقت مشكله البيزنس دلوقتي بقت. خلي بالك دلوقتي بقت الانديه بتبيع الفرق اللي هي الناشئين دي، ودي انا شايفها لناس كويسه وناس تانيه وحشه. طب قول لنا يعني مشاكل الناشئين في مصر ايه؟ احنا فين وفين لما نلاقي موهبه؟ فين وفين لما نلاقي نقول ايه ده الله ده احنا عندنا ناشئ قوي؟ يعني عايزين نقول كده حدوته كده يعني صغيره، ان دايما كانت زمان على ايامنا كانت دايما الكوره للناس اللي هي ايه يعني غلابه، يعني مش هنقول يعني ان هي مثلا تروح تلعب تختبر، وكانت التذكره ساعتها بجنيه وتروح تختبر في النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان عنده كشافين كان ونادي الزمالك والانديه كلها عندها حد واحد بيروح يلف على المحافظات ويشوفوا يجيب اللعيبه ديت وييجوا يشوفوا النادي الاهلي يشوفه. كان عندنا واحد كده في النادي الاهلي يعني، واكيد في نادي الزمالك والاسماعيلي والمقاولين والكلام ده. كان في حاجه اسمها واحد كشاف، يعني ده واحد بيدور على المواهب. بالظبط. وياخد فلوس رمزيه يعني، كان محب برضه وبيروح يشوف المحافظات اللي هي ايه مختفيه محدش يقدر يروح لها. دلوقتي الامور كلها خلاص بقت مفتوحه قوي. الانديه دلوقتي بقت عندها اكاديميه وعندها ناشئين وعندهم بيبيعوا اسامي. مثلا في انديه دلوقتي زي المقاولين وانديه كتير، مش عايز اقول بس على اسم النادي نفسه. في مثلا انا مثلا حسن مصطفى دلوقتي ممكن ما اكونش معروف في الكوره والكلام ده، واحد يروح يشتري فريق مثلا 2004 2003 او 2001 ويجمع الولاد دولت ويكونوا ما بيلعبوش في الانديه يعني. فيجمعهم ممكن يكون اساسا يعني مثلا مستواهم متوسط، فالاهالي بتدفع ايه؟ هم اللي بيدفعوا الفلوس وهم اللي بيدفعوا المرتبات ومرتبات المدربين. وهم اللي بيدفعوا كل حاجه، فخلاص بقى ولي الامر هو اللي بيدفع. مش ما بقتش زي زمان يعني. بالظبط. موهبتك هي اللي بتتحكم في الموضوع. بالظبط. دلوقتي ولي الامر بيدفع كل حاجه، بيدفع
الرسوم بتاعه التأييد اللعيب، الرسوم المدرب اللي هو موجود عشان التدريب، بيدفع كل شهر مثلا مرتبات بقى الجهاز الفني، لا بيدفع ليه مثلا 400-500 جنيه اللي هي في الشهريه ديت كده. فالكوره بقت يعني انا حاسس ان هي بقت فلوس اكتر. الموهبه دلوقتي الناس ما بقتش تدور على الموهبه اكتر، يعني ما بيدوروش اللي معاه امكانيات جاهز اكتر. بالظبط كده. يعني انا سمعت من ناس شغاله في المجال وكده يقول لك ايه، في انديه يعني بيقول لك في نص الفريق من غير فلوس والنص التاني بفلوس. صحيح. فديت حاجه برضو تحزن، يعني حاجه تحزن بجد. انت كده مش هتلاقي مواهب هتطلع لك، وحاجات كتيره جدا هتلاقي عقبال ما توصل للدرجه الاولى مش هتلاقي لعيب، مش ممكن كمان لعيب يتظلم، ممكن واحد يكون معاه ماده والتاني نفس الاثنين نفس المستوى، بس ده يتطور اللي معهوش وده ممكن ما يتطورش. فده يجي على دفع خلاص دوت الدفع. مع ان هو موهبه و لا يعني هو الاثنين بيبقوا قريبين من بعض، مش ممكن ما يكونش موهبه جامده. لان اي حد لعيب كويس موهبته بتفرض نفسها. ممكن يكون في واحد مثلا زي انا اقول على انا وانا صغير مثلا كنت كويس، بس في ناس احسن مني. بس انا الحمد لله قعدت اطور نفسي اطور نفسي اطور نفسي لغايه ما جه في سن 20 سنه مشيت، وبعد كده قعدت اطور نفسي في الانديه الثانيه لغايه ما رجعت النادي الاهلي وعملت تاريخ الحمد لله. يعني كنت بتمنى ان انا اعمل احسن من كده، بس ايه يعني الحمد لله على كل شيء. اشتغلت على نفسك يا كابتن علشان تقدر تفرض نفسك على الموجودين. هو دلوقتي اللي موجود دلوقتي ممكن يكون لعيب نفس الامكانيات اللي هي فوق المتوسطه شويه، بس ايه وواحد تاني برضو نفس الموضوع، بس ده معاه فلوس وده معهوش، فده بيروح واخد مكان دوت وده خلاص بيختفي. خلاص عشان كده ما بيبقى في ندره شويه في المواهب. يعني احنا يعني تعال نشوف كل المنتخبات، يعني الشباب والاول وكله بالزبط. هو فين يعني فين بالزبط. الفز اللي احنا الجيل الذهبي بتاعكم ده راح فين؟ لا هو المنتخبات يعني احنا برضو كان في لعيبه كتير قوي، احنا طول عمرنا برضو هي النقطه برضو عشان ما اظلمش الناس، احنا طول عمرنا في المنتخبات الناشئين ما بنعملش حاجه كبيره، عشان برضو ايه ما نقعدش نقعد نتكلم. انت ممكن توصل كاس عالم، ممكن توصل كل كام سنه منتخب يروح واخد بطوله افريقيا، ايام كابتن حسن شحاته كابتن ربيع ياسين. ما احنا يعني البطولات ديت يعني ايه مثلا كل ما تفتكر مثلا مين في الناشئين خد بطوله افريقيه وصل مركز ثالث ولا وصل مرحله كويسه في كاس العالم للناشئين مش هتفتكري. بس احنا 2023 يعني يا كابتن معانا تطور ومعانا يعني في حاجه اسمها احتراف، في حاجات كتيره قوي المفروض كان المنتخب بيطلع لفوق، مش حتى مش المفروض اقارنه بزمان، المفروض اكون احسن من زمان كمان. ما هو احنا لما نيجي نقارن نفسنا يعني مثلا بالجزائر بالمغرب بالفرق ديت بافريقيا هتلاقي الناس دي سابقيننا بكتير قوي. سابقيننا في ايه بقى؟ ليه بقى؟ مثلا الفرق الافريقيه مثلا غانا السنغال كل الكاميرون، الفرق دي كلها بتطلع بيبقى في اكاديميات مرتبطه مثلا بانديه كبيره بره، بيطلعوا اللعيبه دي وهي صغيره مثلا 16 17 سنه ولا 18 لغايه ما يتم السن ال 18 سنه يطلعوه بره بكام؟ بكلام فارغ. انت هنا مثلا عندك لعيب عنده 18 سنه يقول لك عايزين 300 مليون جنيه. يعني ما مش هينفع، الموضوع بقى مبالغ فيه يعني. جدا جدا يعني يا استاذ الفاضل احنا عايزين اللعيب ده، احنا ممكن بعد فتره ندي لك فلوس بعد ما الولد يثبت نفسه ويتباع لحته تانية او يروح حته تانية. لا احنا دلوقتي البضاعه بتاعتنا غاليه فاحنا لازم يطلع غالي، ابننا كده لازم يطلع غالي. ففي الاخر فهم الصفقه ما بتتمش. بالظبط. فالافارقه بيطلعوا ببلاش، يعني نقول ببلاش. المغاربه والجزائر والتوانسه وكده عندهم ميزه بقى عننا ان هم في اهاليهم بيهاجروا مثلا فرنسا هولندا انجلترا، فعندهم ناس بيسافروا كتير، فالولد بيبقى عايش هناك فبيتعلم هناك الثقافه بيبقى متطور. عشان كده تلاقي مثلا منتخب المغرب دلوقتي بقى جامد. صحيح. في كل الاعمار. وهي مش المغرب. مفاجاه ده هم شغالين على الموضوع ده بقى لهم سنين. بالظبط. وبيروحوا كمان يدوروا على اللعيبه بتاعتهم، يعني مثلا يبقى في حد من الاتحاد المغربي يروح يشوف اللعيبه المحترفه او اللي هي متهجره بره المغرب، يروح يشوف ده وده فين وده فين وده فين، يجيبوا اولادهم اللي ويجيبوا بره. بالظبط. يعني حتى اخر حاجه لعيب برشلونه دوت لما راح منتخب اسبانيا بعت له عشان ما يروحش منتخب المغرب، فمين اللي هيسبق؟ في خناقه على لعيب بنجيب ولادنا. ودي مرتين حصلت في برشلونه،
بس في لعيب راح لعب في المغرب ولعيب تاني راح لعب في منتخب اسبانيا. طب احنا عندنا هنا ما بندورش ولا بندور وما بنهتمش باولادنا اللي بره المهاجرين اللي اتربوا بره بيلعبوا كوره كمان وبيلعبوا في الدوريات بره؟ هي ممكن يعني انا ما شفتش حد بيتابع. يعني المفروض حد لما يجي يتابع يطلع دلوقتي عندنا قنوات كتيره يطلع يقول انا رحت شفت 1 2 3 4 وعندنا لعيبه كذا وممكن كذا. هو المفروض حد يطلع من اتحاد الكوره يروح يدور على اللعيبه دي او يعني يبقى في تواصل ما بين كل الناس دي ويبقى عارف ايه اللي موجود مثلا في فرنسا كام لعيب مصري مثلا اهله مهاجرين ولا كده في انجلترا في اسبانيا مش عارف. لازم يبقى عندك الداتا دي اتحاد الكوره يبقى عنده الداتا دي كلها عارف مين علشان يبقى عارف انا مثلا مين هي استفاد منه ومين مش هستفاد منه ويروح يتفرج. ما انت كده بتصرف فلوس وكده بتصرف فلوس ملهاش اي لازمه على ناس بتعمل اي حاجه في اي حاجه مجرد شو او منظر يعني. بالظبط. طب ما تصرف عشان منتخب مصر. طب وانا اقول له تعالى على حسابك ولا انا اعزمه يجي ولا اعمل لا إيه؟ لازم انا اجيبه على حسابي لما انا هشوفه كويس. انا اللي انا عارفه ان كل الناس دي شغاله بالتليفونات. أوكي. مش شغاله بالشوف يعني ما بيشوفوش كده بالسمعه يعني. والله ده انا ابني بيلعب في انجلترا عايش في انجلترا وكذا وكذا فيقول له طب ابعتوا لي على حسابك. فالراجل يقول لك طب انا هجيبه على حسابي. طب افرض الواد مش عارف ايه كذا. طب ما انت روح شوف لو انا عايز جمع يبقى مثلا يبقى عندك الداتا بتاعتك. مثلا عندي مثلا في انجلترا 10 لعيبه 10 لعيبه دول هروح اشوفهم الاسبوع ده. السفريه دي مثلا انجلترا السفريه دي مش عارف اسبانيا السفريه دي كذا. ويبقى واحد عنده ثقه وعنده عين كويس بالظبط يعني يبقى كويس مش اللي هو عنده استفاده. خلي بالك حضرتك بص من الكلمه دي يبقى عنده استفاده هيستفاد من الموضوع ده. دي نقطه مهمه جدا جدا. ما يبقاش هيستفاد لان موضوع الهدايا موضوع ان انا اعمل لك حاجه دي حاجه يعني وحشه جدا. يعني مصلحه المنتخب اهم مصلحه البلد. هو في الاخر هتبقى بلد منتخبات فما يبقاش مصلحه الشخص اللي هو هيستفاد من الناس ديت عشان اجيبها معسكر ان هو مثلا يعمل لي خدمه او يعمل لي يديني اي هديه باي طريقه او بالظبط كده. دي مهمه جدا جدا. طب هو مش يا كابتن لو اكتشف حد ولو اكتشف موهبه مش ده هيقدر برضو ممكن من اتحاد الكوره ممكن اعلاميا طبعا يعني هنقول عليه الفز اللي اكتشف لنا الموهبه الجديده بالزبط. يعني بالظبط. ما هي دي النقطه. انت مفروض تجيب حد عنده ثقه انت واثق منه وراجل يبقى يعني بمعنى الكلمه شبعان يعني بعيد عن المحسوبيات وعن بالزبط. اي حاجه بعيد عن كل حاجه بعيد عن اي حاجه تلوث يعني ده. فهو دوت. فهي المشكله دلوقتي برضه عدم الثقه ده جاي كذا ولا ده جاي كذا. فهي دي المشكله في الوقت ده الحالي يعني من كتر ما شفنا مشاكل او من كتر بالزبط. ما شفنا حاجات زي كده فخلاص ما بقاش عندنا ثقه بالزبط. في حد يعني للاسف بالزبط. يعني ايه سر انتقالك للزمالك بعد الاهلي يعني وايه والصفقه كانت ايه كواليسها وايه اللي حصل؟ بص انتقال النادي الزمالك يعني انا ايه انا قعدت 3 سنين ونص كان في النادي الاهلي وادائي كان كويس جدا الحمد لله. حصل مشاكل كتيره مع مستر مانو جوزيه ومواقف كتيره جدا معاه فبدات شغله صعبه. لا هو انا اللي كنت بغلط يعني. هو شخصيه برضو في الاخر طول ما انت كويس مش هيقدر يجي جنبك يعني. انا اغلط بس خلاص تغلط هتبدا تمشي تحو كده يمين او شمال هتبدا لان عنده لعيبه كتيره يعني النادي عالي فالمنافسه عاليه فانت لازم تفضل في تركيزك على طول. فانا حصلت كذا وبعدين قعدنا سنه ونص في مشاكل وكلام ده ورحت اعاره وكده ورحت اعاره السعوديه وبعد كده رحت اعاره اتحاد الشرطه وكده. ف هي النقطه ايه بعد النادي الاهلي انت عندك معلش مع احترامي كل الانديه طبعا على راسنا وعلى دماغنا من فوق كلهم بس انت بتبقى عايز تفضل في الليفل العالي اللي انت كنت فيه اللي هو النادي الاهلي يعني. فهو نادي الزمالك فانا رحت نادي الزمالك حتى رحت بفلوس على فكره قليله جدا وكان جاي لي عروض اعلى يعني طقطقين عن نادي الزمالك وكده. في مصر ولا بره مصر؟ في مصر. وجالي عرض في بره مصر كان المريخ السوداني بس انا كان ساعتها كنت لسه في الجيش وكده فما عرفتش اسافر. ما كانش هينفع وكده وليرز كان جالي العرضين دول. فالزمالك كان افضل خيار محلي لكابتن حسن. بالظبط. فروحت رايح وفلوس قليله وأديت موسمين. في ناس كتير قوي يعني تقول لك لا ده حسن ما كانش. لا انا كنت في نادي الزمالك
بجري اكتر ما كنت بجري في النادي الاهلي، لان كان عندي لعيبه ما بتدافعش يعني دايما، طول ما هو معهوش الكوره ما بيدافعش كويس قوي، فكنت بفضل ادافع هنا وهنا، فكنت باجي بعد الماتش كنت ببقى ميت يعني، تبقى مجهود زياده في الزمالك يعني. اه بالظبط كده. فلا اديت موسمين كويسين، وجمهور الزمالك الحمد لله حبني واحترمني، ومع اني كان في الاول برضو كان في شويه مشاكل كده عشان لعبت ماتش مع الناشئين وعملت حركه كده، فكان جمهور الزمالك زعلان مني وكده، ما كانوش بيشجعوني في بدايه اول سنه ليا. تاني سنه بداوا يعني هو جمهور النادي الزمالك طيب يعني، بيعدل الناس فلما لقاني بموت نفسي وبجتهد وكده، حتى في ماتش كان ماتش الكاس واحنا خسرانين في اخر الموسم الاولاني، يعني الناس قعدت تسقف لي وتشجعني وكده، فدي رغم الخساره يعني، رغم الخساره كانت من الاهلي كمان. فدي كانت حاجه مبسطاني، وعلاقتي بجمهور الزمالك علاقه كويسه يعني الحمد لله. طب هل يعني انتقالك للزمالك هل ده ضريبه لسه بتدفعها عدم وجودك في الاهلي، سواء في منصب او في حتى في التدريب يعني؟ ما دربت بيراميدز، الاتحاد، الزمالك، ولكن الاهلي مش موجود خالص في الاهلي، مع ان في لعيبه تانية راحت الزمالك ورجعت الاهلي عادي ماسكه مناصب. هي النقطه برضو اللي انا بقعد افكر فيها، انا بعد ما بطلت اشتغلت مع الكابتن حسام حسن، يعني كابتن حسام وكابتن ابراهيم، فطول عمري انا باصص ان انا اشتغل في ليفل عالي، يعني ان هو الحمد لله لعبت اهلي وزمالك وانديه كتيره ولعبت منتخب مصر، فالواحد مش هرجع يعني كم خطوه كده اشتغل في ناشئين. يعني الاهلي كان هيبقى ناشئين. ناشئين، انت لازم طبعا بتتدربي كده تدريجات كده في النادي الاهلي، تشتغلي في الناشئين او الزمالك تشتغلي في الناشئين، وبعد كده تفضلي تعملي اداء كويس مساعد، وبعد كده تبقي مدير فني، وبعد كده انا عديت المرحله دي بقى لي 9 سنين شغال في الدوري الممتاز، فانا مش هينفع ارجع تاني الخطوات دي لورا. انا ممكن دلوقتي يعني ان شاء الله باذن الله، هو اللي انا بفكر فيه ان انا اشتغل امسك فريق في الدرجه الثانيه مثلا، لو ما فيش حاجه في الدوري الممتاز فريق في الدرجه الثانيه في الدوري المحترفين. ففي حاجات بتبداي تخططيها، ان انت تروح النادي الاهلي او نادي الزمالك هتمسكي ناشئين، ده صعب من الاهلي فكانت دلوقتي مرفوضه، فعشان كده ممكن يكون الامور امسك الدرجه الاولى، لا صعب ان انت تمسكي في الدرجه الاولى. ايه بقى الامور ان انت محسوب هنا او هنا؟ انا لغايه دلوقتي مش عارف والله ما عارف انا محسوب على الاهلي ولا الزمالك. طب هل الناس دي راضيه عني ولا ده راضي عني؟ فانا مش عارف. انا الحمد لله علاقتي بالناس كلها كويسه، انا ما بعرفش اميز لحد، ما بعرفش حتى ارفع سماعه التليفون لحد واقعد اميز عليه ولا طب لا. بتشجع مين؟ لا هو انا دلوقتي برضه عشان الناس تبقى الامور واضحه، يعني انا راجل تاريخي كله، ناشئيني كلها في النادي الاهلي، تاريخي كله في النادي الاهلي، فمش هاجي في يوم وليله اقول لك انا بقيت زملكاوي عشان لعبت سنتين في نادي الزمالك وكده، لا انا بحترم جمهور نادي الزمالك وناس بحترمها وبحبها جدا، واشتغلت في نادي الزمالك بس مع مدير فني زي الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، بس انا في الاخر انا راجل اهلاوي مشجع اهلاوي يعني. الاهلي لما بيلعب هو بتشجع الاهلي يعني. مش بتعصب بس بقيم الامور كويس، ببص على الفرق ايه اللي ناقصها، لان دلوقتي الواحد بدا يحلل شويه. كابتن اهلاوي بتشجع الاهلي؟ لا بشجع الاهلي كده. مش هضحك عليك يعني، انا مش طب انا عايز اعرف منك يا كابتن ازاي مثلا يعني حضرتك كنت من ناشئ الاهلي ومحب للاهلي ومشجع للاهلي، ازاي بتقدر تعمل السويتش ده وتروح الزمالك تبقى لاعب في الزمالك ومطالب بان تفوز للزمالك؟ ويعني مثلا لو ماتش قدام الاهلي يعني ازاي مشاعرك، يعني الجزء بتاع مشاعرك ده بيروح فين وتشجيعك؟ هي سؤال حلو والله. يعني هو برضو في حاجات ممكن كده تبقى ايه جوه البني ادم يعني جواه، مثلا انا راجل اهلاوي وبحب ورحت نادي الزمالك مثلا، بس عايز اثبت للناس كلها لا الناس دي غلطت في حقي، الناس دي عملت معايا حاجات كتيره مش كويسه، بس انا لا مش عايز اقلل من النادي الزمالك، عشان برضو نادي الزمالك نادي كبير عنده جماهير كبيره، مش محطة مش اللي هو انا رحت نادي الزمالك عشان اقعد لي سنتين وارجع الاهلي تاني، لا والله انا جه وانا في الاتحاد، بس هو النصيب في الاخر جالي نادي الزمالك، كانت ممكن بقى هي دي النقله. يعني هي النقطه بقى اللي انا اقول لحضرتك عليها، انا جالي وانا في الاتحاد نادي الزمالك، فكان لنا لحسام عبد العال اللي هيخش نادي الزمالك، لو انا كنت رحت نادي الزمالك في الفتره ديت واخدت بطولات كتيره وقعدت مثلا 7-8 سنين في النادي الزمالك ولا ممكن 10 سنين، كنت ممكن اقدر اقول لك ان انا ممكن ابقى زملكاوي. يعني عشان لو بقى خلاص بقيت جزء من الكيان يعني. بالظبط كده.
فانا بستغرب لناس ان هي لعبت خمس دقايق في النادي الاهلي او لعبت خمس دقايق في نادي الزمالك ويقول لك انا زملكاوي ولا انا اهلاوي. حسب المصلحه تبقى فين دلوقتي يعني؟ انت جبت الزتونه كده من الاخر. حسب المصلحه. انا بتضايق، انا ما بحبش انا المصلحه فين، لا انا احترم جمهور نادي الزمالك واقدره واحب نادي واحترم نادي الزمالك، بس انا في الاخر راجل تاريخي بطولاتي وانا عايز صغير في الناشئين كل مرحله سنيه كنت باخد بطوله مع النادي الاهلي، ولما طلعت خمس سنين باخد بطولات كلها مع النادي الاهلي، فمش هبقى في يوم وليله زملكاوي عشان هشتغل في نادي الزمالك. انا هاجي اقول انا محب النادي الزمالك، انا راجل كذا، حتى لو بشتغل في النادي الزمالك وبموت نفسي عشان خاطر النادي الزمالك، انت قابلني على كده قابلني، مش قابلني دي حاجه. بس انا مشجع اهلاوي، فهو دي حاجه ما اقدرش اغيرها يعني، ما اقدرش انافق فيها يعني. ممكن هبقى يعني الحمد لله رب العالمين، والناس دي شايفه الموضوع دوت، بتشوفه في التلفزيون وتشوفه كده. كل نادي انا اشتغلت فيه وانا مدرب بموت عشانه، بتوقف عشانه، بيحصل لي مشاكل عشانه، اذا كان المصري يعني. اذا كان الاتحاد، اذا كان سموحه، اذا كان بيراميدز، اي نادي كنت شغال فيه، حتى نادي الصفاقس انا توقفت ماتشين في تونس. يعني فديت حاجه يعني الواحد اتولد او اتكون، مش اتولد عشان اتكونت جوايا ان انا عايز الفريق اللي انا موجود فيه، لا ده فريق، ده شغلي، ده مسؤوليتي، ده مسؤوليتي على اكمل وجه. بالظبط يعني. كده يعني حضرتك اشتغلت مع كابتن حسام حسن في الزمالك ومع كابتن حسام البدري في الصفاقسي، قول لنا ايه الفرق، وهل فعلا كابتن حسام كابتن البدري ما بيضحكش؟ لا 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 جد قوي والله، لا بجد ده، اصل دايما الفكره عنه ان هو جد كده و... لا والله دمه خفيف يعني، احنا كنا هناك في تونس هو اللي كان بيضحكنا، هو اللي بس هو في شغله جد يعني، هو كده الاثنين قريبين من بعض في الشغل وكده، والاثنين مدربين كبار جدا جدا، اذا كان كابتن حسام حسن ولا كابتن حسام البدري. المقارنات لما تيجي تقارني ما بين ده وده، ما ينفعش ان انا اعمل مقارنه ما بين الاثنين، لان الاثنين مدربين كبار. ممكن يكون كابتن حسام البدري الظروف ساعدته ان هو كان في النادي الاهلي وبعد كده مسك منتخب مصر، كابتن حسام اجتهد في كل الانديه ولولا الظروف ما ساعدتوش ان هو يمسك منتخب مصر كاملة. بس هو كان الاثنين يستحقوا يمسكوا منتخب مصر. شايف ان كابتن حسام حسن كان لازم برضه يدرب يعني منتخب يعني كان لازم يبقى في السي في بتاعه ان هو مسك منتخب مصر زي كابتن حسام البدري. تفتكر كان هيقدر مع الجيل اللي موجود ده يكون يعمل طفره او يعمل اختلاف زي مثلا لما كابتن حسن شحاته مسك؟ والله شخصيات مختلفه والاجيال مختلفه. لا هو يعني صراحه لا يقدر يعني، ما فيش حد ما يقدرش، هو يقدر ويعمل، لان هو لعب في منتخب مصر كتير، راجل طول عمره حابب المكسب، حاجات كتيره. لا كان يقدر يعمل حاجه كويسه، بس الظروف ما سمحتش ان هو يعني هو يستاهل انه ياخد فرصه في منتخب مصر، ان الظروف ما ساعدتوش او يعني اللي حواليه ما ساعدوش ان هو يمسك ياخد الفرصه في منتخب مصر. لو اتحطيت في ظروف رمضان صبحي، هل هتقبل ان تنتقل لبيراميدز؟ وهل كنت تتوقع ان يحصل كل اللغط اللي حصل معاه ده؟ لا يعني لو انا في مكان رمضان حصل لي الموقف دوت، انا كنت ساعتها في النادي الاهلي وكان عندي مشاكل كده، وبس انا كنت على مقيد، كان ساعتها استاذ ممدوح عباس ماسك النادي الزمالك وكده، وكان اسامه حسن اتنقل لنادي الزمالك، وكان اسامه حسن صديق ليا يعني، لان هو لعب في ناشئين النادي الاهلي وكده، فكلمني في التليفون وقال لي معاك استاذ ممدوح عباس وانا عارف ان انت عندك مشاكل وممكن، طب احنا عايزينك تجيبك الزمالك وكده، والسنه الجايه وانت السنه الجايه تبقى فري وكده. فقعدت وانا في التليفون اسامه بلاش تخليه يكلمني عشان انا مش هقدر اكلمه كده، فقال لي لا هو معاك اهو. فكلمني طبعا استاذ ممدوح عباس فقال لي ازيك عامل ايه انت فين؟ قلت له ده انا رايح اعمل كذا، طب تعالى انا عايز اقعد معاك. فانا قلت له انا ما اقدرش اقعد مع حضرتك، لان لو قعدت معاك لازم التزم بالكلام اللي انا هقوله انا كشخص يعني، فانا ما اقدرش اقعد مع حضرتك وكده، وطبعا نادي الزمالك نادي كبير واتمنى ان انا العب فيه بس في الاخر ما رحتش قعدت معاه، لان انا في الاخر مرتبط بعقدي مع النادي الاهلي واحترامي للنادي الاهلي، حتى لو في مشاكل فانا مريت بالظروف دي. رمضان هو اختياره ان هو اختار نادي بيراميدز، اذا كان عشان الفلوس او عشان كذا، في الاخر هو يتحمل الامور دي، بس انا لو مكان رمضان انا مش هختار بيراميدز يعني.
ممكن الاجيال بسبب الاجيال تختلف، ممكن انا مثلا راجل عاطفي ونلعب على وتر الاهلي وكذا، وممكن اضحي كل حاجه بالفلوس يعني عشان خاطر النادي الاهلي، ازاي في ناس كتيره كانت زي برضو في الجيل بتاعي عملت كده، ضحت بحاجات كتير عشان النادي الاهلي، بس هو في الاخر اختار نادي بيراميدز علشان ايه؟ مش عشان بطولات ومش عارف ايه، مع احترام النادي بيراميدز يعني، هو اختار الناحيه الماديه. في لعيبه كتير جدا عندها مواهب كبيره جدا كانوا في منتخب البرازيل و بيختاروا يلعبوا في الصين ويلعبوا في روسيا ويلعبوا مش عارفه فين عشان الناحيه الماديه، وفي الاخر خسر المجد ان هو يبقى عنده بطولات كتيره. هي النقطه برضو ساعات الواحد لازم يقولها يعني، انت عايز بعد الكوره تعيش عيشه كويسه ويبقى معاك فلوس كويسه، ولا عايز الناس تقعد تتكلم عنك؟ وممكن يكون هيبقى معاك فلوس برضو، هتبقى عايز تعيش عيشه كويسه برضو. بس الناس كلها تفضل تتكلم عنك وتاريخك وبطولاتك وكذا، فانت في رمضان هو اختار دي. اي نعم، معادله، يا اما اختار الفلوس بس، يا اما كنت اختار جزء من الفلوس بالزبط. وجمهور وتاريخ، ولما تخلص ترجع الاهلي تشتغل في تشتغل الأهلي. بقى النادي الاهلي يكبرك، النادي الاهلي تفضل. لا يعني معلش، انا الحمد لله رب العالمين، لما الواحد بيروح البرنامج بيقول لك ايه، زي ما حضرتك قدمتيني دلوقتي، حسن مصطفى لاعب منتخب مصر، النادي الاهلي، نادي الزمالك، حضرتك جبتي انديه تانية؟ لا بس يعني هو دوت، هي دي النقطة. مش عارف اقولهم دول كتير قوي يا كابتن. الله يخليك، هو مش بنقلل منهم برضه عشان برضه ما نقللش، بس دايما الناس بتبص للناديين الكبار، الاهلي والزمالك هم اساس بالظبط كده. فانت اخترت نادي تاني غير الاهلي والزمالك، خلاص اتحمل بس. يعني دي نتيجة، يعني هو هيتحمل، هيفضل يتحمل اختياره ده حاجات كتيرة، ان انت تبعد عن المنتخب، ان انت تبعد عن حاجات كتيرة جدا، عواقب يعني، العواقب كتيرة هتقعد، لان انت برضو جمهور نادي الاهلي لما بيجي قبلك يعني، بيراميدز بيلعب قدام النادي الاهلي بيفضلوا يضغطوا على حته حته نفسيه بقى، فبيفضلوا ضاغطين عليها ضاغطين عليها. هل انت بقى عندك الثقه في نفسك بتفضل كل ماتش قدام النادي الاهلي هتبقى كويس؟ لا، في اوقات تبقى كويس قوي وفي اوقات بتبقى وحش، تهتز يعني من اللي بيحصل يعني. طبعا عايز اعرف رايك، ليه تجربه الاحتراف بتاعه امام عاشور ما اكتملتش، ورايك انه كان يرجع تاني مصر؟ لا يعني انا صراحه يعني مش عارف، انا كان نفسي يعني، هو امام لعيب كبير قوي وعنده على فكره من اللعيبه القليله جدا اللي موجوده دلوقتي في مصر، لعيب بيلعب بشماله ويمينه، لعيب بيقاتل، لعيب عنده الحميه في الكوره، بيلعب بدماغه كويس، في كل الصفات اللي هي خاصه يعني، عنده وعنده خاصة. الرؤيه كويسه، عنده صفات كتير قوي، كان لازم يعني، دي وجهه نظري يعني، بس هو في الاخر هو اختياره برضه انه يرجع النادي الاهلي، يرجع مصر ويرجع للنادي الاهلي. فانا كان نفسي يكمل بره مصر، حتى هيتعب، بس انا كنت بتمنى ان ممكن كانت يعني، هو كان لسه ساعتها متجوز وكده، ان كانت الحياه الاسريه دي تساعده. انا خايف ان هي ممكن تكون ما ساعدتوش فهو رجع مصر بسبب الاصابه، فلا كنت اتمنى ان دايما اي واحد مننا متجوز وكده فالزوجه بتساعدك، تفضل معاك، تبقى داعمه ليك و فانا ما اعرفش، ده ممكن احساسي، ممكن يكون غلط، انا بشوف من بعيد، مش جوه، انا مش صاحب ايمان يعني، بس انا شايف ان هو غلط، وغلط مش غلطه كبيره برضو عشان هو رجع على النادي الاهلي يعني، بس كان بتمنى ان هو يكمل الاحتراف، كنا هنلاقي لعيب حاجه قيمه جدا لمنتخب مصر. يعني فكره ان احنا عايزين نزود عدد المحترفين، فكان بالزبط. نفسك ان هو يكمل بالزبط. حتى لو ما كانش مناسب، وامكانياته كويسه يعني، امام ما بتلاقيش اللعيب ده موجود كتير في مصر، انت عارفه شماله زي مينه، بيلعب بدماغه، بيكمل الهجمه، بيلعب رقم 8 كويس يعني، انت لاعب مميز يعني، انت لا اما في مصر دلوقتي تلاقيه 6، لا اما تلاقيه اللي هو 8 بس بيدافع، لا ده بيعملها بالظبط، ده بيعملها زي ما الكتاب بيقول، يدافع كويس ويهاجم كويس، بيعمل الاثنين كويس، وبيشوط وبيكمل الهجمه وعنده رؤيه، فخساره لمنتخب مصر مش للنادي الاهلي، خساره لمنتخب مصر ان هو برده يعني يشفع له ان هو رجع على برده الاهلي، ما طبعا يعني
هو هيتطور برضو يعني انا موضوع انه يرجع للنادي الاهلي والاحداث اللي حصلت وانه هو عمل كذا في الوقت والمشادات والانستجرام بيقول ايه بس في الاخر هو اخطاء يعني على فكره برضو هو امام مش على قيد نادي الزمالك عشان برضو الناس تبقى فاهمه زي رمضان مش على قيد كان النادي الاهلي هو دلوقتي موجود محترف اللي هيقدر يدفع الفلوس للنادي ويدفع فلوس لإمام هو اللي هيجيبه فالنادي الأهلي عشان عنده الحاجات دي متوفرة فقدر وبعدين لو كان نادي الزمالك يعني خلينا دلوقتي لو نادي الزمالك كان اشترى إمام كان مش هيعرف يسجله خلاص مفيش قيد في الآخر ما عندهش قيد يعني هي حاجات كتيرة كده وفي الآخر وراح النادي الأهلي بس أنا بقول ممكن كم ماتش الأولين كده إمام يتعب لان هيبقى في كل حاجه هتحصل للنادي الاهلي دلوقتي هتبقى امام هو السبب فيها فهيتعب شويه لغايه ما الامور لان هو لعيب كبير لغايه ما هتمشي معاه اكبر ما النقله تحصل من الزمالك للاهلي دي لأن ممكن تاخد دايما وقت. اي لعيب بيبقى عنده مشاكل او لغط على في اهلي وزمالك بيقعد فتره شويه كده قبل ما يعمل النقله دي قبل ما يعمل النقله دي وقبل ما ياخد الثقه والضغط والتفكير والكلام ده كله يعني نتمنى نشوف كل اللعيبة في مصر متألقة سواء محليا يعني أو يعني في الاحتراف يعني نشكرك يا كابتن على وجودك معنا الحقيقة يعني استمتعنا جدا بالحوار معاك ربنا يخليك وأنا اللي سعيد النهاردة أن أنا معاكي وإن شاء الله تبقى تكرر تاني إن شاء الله يا كابتن إن شاء الله شكرا لكم